مصطفى الشامي، عرفناه بابتسامته الهادئة وبدلته الريفية وأداؤه البسيط، برغم أن أدواره لم تتعدى المشاهد القليلة، ولكنه ترك بصمة كبيرة بيننا وبين النقاد والفنانين. ابن بلد أصيل بشهادة الجميع، لذلك جاءت وفاته صدمة كبيرة لكل محبيه. الكثير منا يعرف الفنان مصطفى الشامي الفنان، ولكن اليوم ومن خلال تقريرنا التالي سنسلط الضوء على الفنان والدكتور وجندي مقاتل مصطفى الشامي، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة. سنتحدث عن بدايات الفنان وكذلك أهم أعماله الفنية، وسنسرد لحضراتكم جوانب حياته البعيدة عن الأضواء، فتابعونا إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير. فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولد مصطفى الشامي يوم 2 أغسطس من عام 1944 بقرية ميت نخلة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية. أحب التمثيل منذ صغره، وقرر أن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية أو كلية الفنون الجميلة، ولكن رفض عائلته وقف في طريق التحاقه بهما، فقرر أن يلتحق بكلية التجارة، ولكن ظل عشقه للفن يراوده. بعد تخرجه عين أستاذا بكلية التجارة، فكان دكتور بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، وشغل منصب عميد المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش، ثم عمل أستاذا في كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق حتى وفاته، فجمع بين الفن والتعليم، لذلك أطلق عليه الفنان الدكتور. قدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ولكنه لم يسع يوما إلى أدوار البطولة، نظرا لأنه يشبع شغفه في الفن دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، لذلك مسيرته الفنية جاءت بعيدة عن المؤامرات والمشاكل والأزمات. من ضمن هذه الأعمال مأمون وشركاء، الصفعة، شيخ العرب همام، الجماعة، البلد دي فيها حكومة، يتربى في عزه، سكة الهلالي، على نار هادية، السيد أبو العربي وصل، ويجا، ملك روحي، بركان الغضب، لدواعي أمنية، للعدالة وجوه كثيرة، الفرار من الحب، الوتد، ليالي الحلمية الجزء الرابع، أمهات في المنفى، عادات وتقاليد. أما آخر أدواره كان في مسلسل وكلنها ولعة، بجانب أيضا العديد من السهرات التلفزيونية المتميزة. كان أيضا يدين بالفضل للعديد من الفنانين تعاون معهم في بداياته، وهم صلاح قبيل، تحية كاريوكا، محمود المليجي، توفيق الدقن، محمود مرسي، كمال الشناوي، ورشوان توفيق. ربما لا يعلم كثيرون أنه شارك في حرب الاستنزاف كضابط احتياط، ثم في حرب أكتوبر 73 وأصيب في قدمه. الفنان الراحل كان مرتبطا للغاية ببلدته كفر نخلة الذي ولد فيها، حيث كان دائم الزيارة لها في الأعياد والمناسبات، وآخر زيارة له هناك كانت قبل شهر من وفاته من أجل تقضية مراسم العزاء في أحد أقاربه. أما عن حياته الشخصية فقد تزوج مرتين، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني، وعند وفاتها تزوج من مديرة أعماله هبة بدر منذ 5 سنوات، وكانت تعمل صحفية في السابق، وأعجب بها وتزوجها، حيث شارك مع زوجته الفنانة هبة بدر في 3 أفلام قصيرة ومسرحيتين. نأتي لنهاية رحلته الفنية، حيث تعرض لوعكة صحية شديدة، وكانت حالته حرجة جدا، ونقل إلى المستشفى، وتدهورت حالته الصحية، ودخل في غيبوبة عميقة، ونقل يوم الأربعاء 13 فبراير الجاري من المستشفى الجوي إلى المستشفى القوات المسلحة بالمعادي، ومكث في غرفة العناية المركزة لمدة 14 يوما حتى رحل عن عالمنا يوم 23 فبراير من عام 2019. وقد نعته زوجته قائلة: عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليتم لأنك عوضتني عنهم، لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دما على فراقك وأشعر باليتم. الفنان القدير دكتور مصطفى الشامي في ذمة الله.
رحم الله الفنان والدكتور والإنسان مصطفى شامي وتجاوز عن خطاياه.